أما القصيدة هي ترجم حال العوائل الفقيرة اللي ما عندهم أصلاً مكان يقعدون فيه. أحسنت. فتقول إحنا صح ببيتنا ماكو مكان. إيه هاي اللغة اللي تخبر. إحنا صح ببيتنا ماكو مكان. غرفة واحدة ومختنق بيها الهواء. بس أمس لما انحرقنا الذكريات وارتفع دخانهن قبل الظهر اختنقت الجمرة وجت يمنا تبات وكفتنا الغرفة من النسور. الله الله. والصبح خيط الضوء يسألنا قام. صدق عود القمر يمكن بات أمس؟ آه. أمنا يم الباب بالخط قالت إيه. جاوبت وبكل ثقة وعزت نفس. بيتنا صغير ومليانة كبير. الله الله. غرفتنا البعد نجمة وشمس. بيتنا صغير. بيتنا صغير ومليانة كبير. كف غرفتنا البعد نجمة وشمس. احنا ما فتحنا من صاحة وحلال. كلها لبدت واحنا تهنا بهالزمن. لا بقينا ويا البقى وخاطر نعيش. ولا احنا مغربين ويا اهل الظعن. الله. ويا وطننا شلون اذا سئلوا عليه. نقول ناقصنا لوطننا بس وطن. الله. قبل من سولفوا ويا موطننا بيه. ويا وطننا. يا وطننا شلون اذا سئلوا عليه. نقول ناقصنا لوطننا بس وطن. قبل من سولفه ويا موطننا بيك تسابقن دمعاتنا وقمنا نون بمعضدك نشف الدمعات الجفون وصبرتنا وانقلب طولك حضن ولأم من نحزن تجي تنشف الدموع قمنا نفرح من يمر بينا الحزن. الله الله الله, 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 الله أحسنت مختلف الله يوفقك حبيبي الله يديمك.